بونجور نومي اميتشي وكما قلت لكم في انستغرام الكادوات اللي بغيتو ان شاء الله غنمشي ناخذهم ليكم قبل ما نمشي للمغرب. كنت كنمشي كنشري كادوات للوالد الوالده خوتي دري صحابي شي واحد من الطرب، ولكن هذه المره غادي غاليكم نتوما وصافي. الحوايج اللي بغيتو نتوما ان شاء الله غادي نمشي ناخذهم، المهباشينو والتليفون والبلاي 5. صراحه اغلى حاجه في هذا الشيء هي البلاي 5 حيت هو الاخر، ولكن ماشي خساره فيكم حيت كما كنقول لكم ديما طرف مني وجوج المليون وتسهلوا كل خير. وميامي ودابا جينا باش ندقوا لكم على المهباشين. كاينه هذه كاينه هذه، ولكن هذوك 7000 درهم 5000 درهم. كاينه هذه بعدا 400، كاينه هذه شي 36000، كاينه هذه شي دايرين فيها بروموسيون كانت دايره 70000 ولا دايره 174 بحال شي 36000 ريال، وهي كانت دايره 349 بحال 70000 قال 1000. المهم شوفوا شي لعيبه بحال هكا. وكما قلت لكم فلوس كحله غدكدك، نضرب شي مسكه باش تدوز بعد هاد الفلوس. تا والله تا غنخسر عليكم فلوس كحله غندكدك صافي. انا بحال ما كفتش كنبغي ندير شي حاجه كنديرها. حمار كان بنادم كيخلص فيه 10000 كيعجبني كنزيد عليه 100 درهم كناخذو 12000. عاد حنا الالكترونيك طوماطيش اولا تا غتركبو على المهباشين طارش معزه هبطش معزه. بونجور ميامي تشي، واليوم الحاجه الاخر اللي بقات لينا وهي التليفون. يلا فرت جيت فطرت ان شاء الله غنمشيو نقلبوا على شي بلاصه ديال الالكترونيك ديال التليفونات باش ناخذ لكم التليفون، وملي غنمشي للدار نجمع لكم داك الشيء كامل ان شاء الله وغنشرح لكم كل شيء. واحد صاحبي المهدي كان بغى يصيفطني للحبس، قسما بالله الا كان بغى يصيفطني للحبس هذا ما كانش كيعرفني. انت كتعرفني الله يعمرها دار هذاك. مفيش هذا راه هذا اللي باغي يسيطي الحبس. يلا يا عمار انا لا هاك الحمد لله الدري كاين كاين لا شفتي غلط فيا ولا لا؟ كنا غالطين كنا نسحبوا يا عمار هذا نسحبوا هادي كي لغوج انا ونهار دوا قال غيصيفطني للحبس. حسن تبقى بحالك ها غيدوي حسن تبقى بحالك يا ميتي باش تعرفونا غمسطينا في السوبر ميركاتو. ها ديروا لي شي طرح ديروا لي شي طرح. عيشوري عيشوري وعليك دليت شعوري عليك دليت شعوري ايوا الله يعطيكم الصحة. أرا شي 50 أورو نعلقها لك علقها ليا صاحبي. وهنا ميامي هادشي كما كتشوفوا جينا للبلاصة ديال التليفونات باش ناخذ لكم التليفون. بالحق كما قلت لكم في الفيديو التليفون غيكون لدغيا حيت دغيا غادي يربحوا المهباتينو والبلاي 5. أنا قصة التليفونات غاليين والعافية العافية. وهنا ميوميتشي جينا للفيترينات اللي فيها جميع الانواع ديال التليفونات، وكما قلت لكم في البداية انا كنوحل ما كنعرفش اش نشري. المهم هنا كنت كنقلب على شي حاجة اللي فيها اللوان اللي كيبغيو الدغيات بحال الغوز الصفار الفانيدي شي لون اللي غادي يعجب الدغيات، ولكن غير العافية في الثمن العافيه معلم. المهم هنا كنا كنقلبوا على التليفون اكتشفت هذا الخضار عجبني داير بحال شي 36000 ريال مغربيه. وهنا كنت مفرقع على الدغي اللي كيفي المينا كنت ضربتي معنا تيميره حتى غنشري لك التليفون، كنقول لعصام عاوني عاوني نجبد الفلوس باش تشري لي التليفون عاوني نجبد الفلوس. هنا ميامي شنا جوج تيليفونات اللي فيهم جلوان اللي عجبونا وقلنا السيد يجبدهم لينا باش نقلبهم
الحساب شحال فيهم من جيجا داك كي دايرين في الخفه، شنو الفرق بيناتهم في الديكور ديال برا وديال الداخل. مهم هاد جوج هما اللي عجبونا، هنا كان خاصنا نختاروا واحد فيهم. هنا كنت كنتشاور مع عصام، وهذاك الصراحه اللي عجبني هو اللي عجبو تاهو. الاخر موتورولا، عندي موتورولا في الغفله بلا ما نزيدو تليفون اخر موتورولا، خدينا هذا والله يسخر المولاه. ومياميتشي اخيرا وصلنا عند الجمله، هالمهبطان هالبلاي تليفون كاين في الباليزه. مهم مياميتشي هنا غادي نشرح لكم ان شاء الله، قلت لكم حتى نوصل عند الجمله ونشرح لكم. الحاجه الاولى كيفاش جات الفكره ديال هذا الشيء، نتوما عارفين اللي ما كنحتفلش بزاف ديك النهار ملي جايب شت المليون، درت داك البوست كتبوا لي ميساجات بزاف زوينين، وقلت علاش كنت مضيع هاد الحوايج ما كنتش كنحتفل، وفكرت باش انني ندير لكم شي مفاجاه، وبقيت كنقلب على المفاجاه والصراحه ما جاتنيش شي فكره. ديك النهار ملي كنت باغي نرجع للمغرب بغيت نجيب شي كادوات للدراري صحابي ولدارنا، وهي تجيني فكره قلت وانا ديما كنجيب ليهم وما كنجيبش الميامي شي طرف مني صافي، قلت غادي نخسر عليكم فلوس كحله يا باش دويت معاكم. والصراحه ملي كنبغي ناخذ شي واحد كادو ما كنعرفش من ناخذ، داكشي علاش قلت لكم في الميساج كتبوا لي اش باغين، بزاف بغاو البلاي 5 وبزاف بغاو المهبطان وبزاف بغاو التليفون، هادشي علاش خديتهم. مهم كما قلت لكم هادشي ماشي خساره فيكم، وانا ما دايرش شي مسابقه زعما نقول لكم ديروا شي حاجه باش تربحوا ولا هادي، هادشي شريتو غير كادو ليكم، غا هي ما عرفتش كيفاش غنربحكم الصراحه. انا مبغيتش نقول لكم زعما فهمتي ديروا شي حاجه فهمتي، بغيت نربحكم وصافي، ولكن ما عرفتش خاصكم تعاونوني صراحه، والله ما عرفت شي طريقه باش غادي باش غنعزل هاد ثلاثه الناس. لحد الان باقي كنفكر والله ما عرفت. عندنا واحد يومين بما مشينا للمغرب غنمشي انا والقمله في الطوموبيل ان شاء الله، وغنشوفوا كيفاش غنربحكم. المهم الناس اللي غيربحوا حتى شي كادواش، قلت لكم جوج دراري غيربح واحد دري بلاي، ودري غيربح موهاباتينو، ودري غتربح تليفون، وما غيكونوش كيعرفوني بتاتا، يعني صحابي بلا ما يشاركوا في هذه المسابقه حيت صحابي ما غيربحوش. حاجه اخرى بلاي من الاحلام اللي كانوا عندي فاش كنت كنبقى في السابعه، كنت باغي نشري بلاي كارت، ماشي بلاي كارت بلاي دور، ديك الساعه كان داير 2000 درهم وعييت ما نجمع فيها والله ما بغات تجمع. هادشي علاش اللي غيربح بلاي 5 غيكون حلم. الموهاباتينو حتى هي كانت عزيزه عليا، ولكن ادم كانت شغاليه وحده من سويسرا. تليفون هذا حلم ديال كلشي، والله يسهل عليكم وتستاهلوا كثر. فكروا معايا في هاد يومين كيفاش غنربحكم، وهاللعيبات غنديهم ان شاء الله في الطوموبيل انا والقمله، الله يعاونكم.